الفرع سي. السؤال الثاني: المطلوب حل المعادلات التالية باستخدام صيغة الجرامر. المعادلات اللي موجودة عندي هي 3x ناقص y زائد z تساوي 4. المعادلة الثانية هي 2x ناقص z تساوي سالب 1 و y زائد z تساوي 5. الخطوة رقم 1 تحتاج أنه أستخرج المحدد العام لهذه المعادلات. فهسه أولا معادلات 3x ناقص y زائد z تساوي لي 4، وعندي 2x زائد 0y زائد z أو ناقص z تساوي سالب 1، وعندي 0x زائد y زائد z تساوي 5. هسه من هذول المحدد العام اللي عندنا الدلتا هو عندي 3 سالب 1 موجب 1، وعندي 2 0 سالب 1 0 1 1. لإيجاد مقدار قيمة المحدد العام فهسه أبدي هذه موجب سالب موجب، فأقول مقدار قيمة المحدد العام دلتا يساوي أخذ الخط، قلنا هذا الخط الأول الصف الأول العمود الأول إشارته هنا هذه موجب، فزائد 3 يبقى عندي 0 سالب 1 0 1، هذه سالب في سالب موجب يصير عندي زائد 1 مضروب في الصف والعمود يبقى عندي 2 سالب 1 0 1، هذه إشارة الموجب في موجب موجب فيصير عندي زائد 1 في الصف هذا والعمود يبقى عندنا 2 0 0 1، وتساوي هسه بعد ما انه يصير عندي طرفين في وسطين لكل واحد من عندهم هذول هالشكل احسبه يطلع عندي مقدار قيمة المحدد العام 7. هسه هذه مقدار قيمة الدلتا. احتاج هسه اشرحكم في كل خطوة انه بستخرج مقدار قيمة الدلتا 1. الدلتا 1 هو الدلتا بعد ما احسب المحدد بعد ما ارفع العمود الاول واعوض عنه بعمود القيم المطلقة، فيكون هو عبارة عن 4 سالب 1 5 هذه قيم المطلقة سالب 1 0 1 وعدي موجب 1 سالب 1 بواحد. بنفس الاسلوب راح اعوض عنهم هذه موجب سالب موجب واحسب بنفس الطريقة اللي حسبنا بها المحدد العام، يعني راح يكون عندي هسه هنا زائد 4 شبقى عندي 0 ناقص 1 1 بواحد، سالب في سالب هذه موجب موجب 1 يبقى عندنا هذا الصف والعمود يبقى عندي سالب 1 سالب 1 5 بواحد زائد زائد في زائد موجب زائد 1 شبقى عندي هذا الصف ألغي والعمود يبقى عندي سالب 1 0 5 بواحد، والنتيجة راح تكون بعد ما أحل بنفس السياق راح يكون عندي 7، هذه قيمة المحدد الأول. أحسب المحدد الثاني بعد ما أستبدل العمود الثاني بعمود القيم المطلقة، فيكون عندي 3 2 0 هسه يكون عندي 4 سالب 1 5 زائد 1 ناقص 1 1، وأعوض عنه بنفس السياق بموجب سالب موجب، وبنفس الأسلوب راح يصير عندي مقدار قيمة المحدد العام دلتا 2 يساوي لي 14. دلتا 3 راح يكون مساوي الى، اعوض عنه بهذا الاسلوب راح يصير عندنا بالنسبة لي 3 2 0 هذا العمود الاول، العمود الثاني راح يكون عندنا سالب 1 0 1، العمود الثلاثة راح نستبدل بالقيم المطلقة اللي هو 4 سالب 1 5، اشر هذول موجب سالب موجب هاي راح يطلع عندي 21. بعد ما صار هالشكل هسه اقول اذا مقدار قيمة الاكس تساوي الدلتا 1 على الدلتا، والنتيجة 7 على مقدار قيمة الدلتا هي اصلا 7 فيصير عندي 1. مقدار قيمة الواي راح تكون هي عبارة عن دلتا 2 على الدلتا وراح يكون عندي 14 على 7 هي 2، ومقدار قيمة الزيت راح تكون هي عبارة عن دلتا 3 على الدلتا والنتيجة 21 على 7 هي 3.